اهلا ومرحبا بكم، معكم صوفيا جواد في اخبار حلقة اليوم من ويكلي فيكس. دارك سولز 2 ستكون تكملة مباشرة للجزء الاول، وستدور احداثها في عالم مفتوح بنفس حجم العالم السابق ولكن بكثافة اكثر في المحتوى، واحداث اللعبة ستقع في عالم جديد الذي سيتم الاعلان عنه في وقت لاحق. للمزيد من التفاصيل والمعلومات قوموا بزيارة IGN.com. أصدرت شركة EA عرض دعائي لعنوان الرعب Dead Space 3 القادم في فبراير 2013. الفيديو يقدم للاعبين الطرق التي تمكنهم من إنهاء اللعبة بالطريقة التي تحلو لهم. اللاعب يوفر للمستخدمين طريقتين لإنهاء المهمات المختلفة، اللعب بشكل منفرد كما هي العادة في أجزاء السلسلة الماضية، أو الدخول إلى نمط اللعب التعاوني والاستفادة من قدرات جون كارفر لتجاوز المحن بمنتهى الاحترافية. ظاهرة الألعاب المستقلة ماينكرافت ما زالت تواصل تحطيم الأرقام القياسية، فقد وصلت مبيعاتها إلى 17.5 مليون نسخة حتى الآن في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المنصات المتوفرة عليها اللعبة، مما يعني أن ماينكرافت تخطت مبيعات ألعاب مثل ديابلو 3، جي تي اي سان أندرياس وحتى هارت لايف 2. محبي God of War سيحصلون على فرصة لتجربة الطور الجماعي في لعبة God of War Ascension. النسخة التجريبية ستكون متوفرة في يناير 2013 حصرياً لمشتركي خدمة PSN Plus. ومن جهة أخرى أكدت كونامي أن هناك نسخة تجريبية للعبة Metal Gear Rising وستكون متوفرة للجميع على PSN والXbox Live ابتداء من يناير 2013. أكدت روفيو إنترتينمنت أن هناك فيلم رسمي لـ Angry Birds سيتم إنتاجه، وأن جون كوهن منتج فيلم Despicable Me سيتولى إنتاج هذا الفيلم المرتقب في 2016. السؤال، هل تتوقعون أن اللعبة تستاهل يسوون عليها فيلم؟ هناك الكثير من حزمات التحميل التي أصدرت حديثاً. أصبح محتوى زودياك تورنمنت للعبة Sleeping Dogs متوفر الآن، والذي يركز على فنون الدفاع عن النفس ويضع اللاعبين في سلسلة من المواجهات للتفوق على أفضل مقاتلي العالم في هذا النوع من الفنون القتالية. لاعبي ميدل أوف أونر سيكون باستطاعتهم تنزيل حزمة خرائط The Hunt ابتداء من الأسبوع المقبل بسعر 10 دولارات أو 800 نقطة مايكروسوفت، وخلاف ذلك ستكون مجانية لمن يمتلك النسخة المحدودة. تم إصدار حزمة رالي إكسبنشن للعبة فورزا هورايزن والتي تتضمن 5 سيارات جديدة بسعر 1600 نقطة مايكروسوفت أو مجانية لحاملي النسخة المحدودة. وبما أننا نحن وصلنا لنهاية حلقة اليوم، راح نعلن اسم الفائز معنا بلعبة Assassin's Creed 3 على PS3 ونقول ألف مبروك حق عمر حامد لأنه ربح معنا نسخة، ونقول له لا تنسى أنك تبعث لنا رسالة على قناتنا في اليوتيوب. وحين عندنا نسختين من لعبة Hitman Absolution على Xbox 360، وإذا كنتم تبون تربحون نسخة من هذه اللعبة، كل ما عليكم فعله أنكم تعبرون عن رأيكم بسلسلة Hitman وإن شاء الله تكونون من الرابحين. كان هذا كل شيء لحلقة اليوم، نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من IGN Weekly Fix.